السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتنا مايكرو إيرا لشرح الميكروبيولوجي. معاكم دكتورة هنادي لط. بسم الله نبدأ. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا أو المرة الفيديوهات اللي فاتت كلها اتكلمنا عن الاستاف أورياس وعن عيلة الاستاف عامة. اتكلمنا عن الاستاف أورياس، الاستاف إبيديرميدز، الاستاف سيبروفيتك، تمام؟ خلصناهم شرح نظري وعملي، تمام؟ وخلصنا كمان الفيديو العملي بتاعهم وشفنا كل حاجة إيه تخصهم. طب تعالوا نتكلم بقى على عيلة تانية برضو بس مهمة برضو تبع الجرام بوستر، اللي هي مين بقى؟ عيلة الستريبتوكوكس. خدوا بالكم اسمها كده تحس انه مش مريح، ستريبتوكوكس، تحس ان هي كده داخله ايه؟ داخله تخانق معاك. طب ماشي، تعالى نبتدي بيها ان شاء الله. نبتدي من الستريبتوكوكس، هنتكلم عن الجنرال كاركترستيك اوف ايه؟ وجينس. الجينس بتاعنا اللي هو بتاع الستريبتوكوكس. اول حاجه واحده هقول الايه؟ هقول مثلا ايه ان هي جرام بوستر، واحده هتقول لي قديمه. احنا عارفين الستريبت جرام بوستر. طيب هقول لك اوفيد كوكاي، تمام؟ اوفيد اوفيد يعني بيضاويه، تمام؟ ودي اللي بيدقق قوي، يعني الشخص اللي هو متخصص يفتكر ان احنا قلنا في الاستاف ان هي سفيريكال، لكن في الستريبت بتبقى اوفيد. الاستاف سفيريكال يعني بتبقى تقريبا مدوره، لكن دي تحس ان هي بيضاويه شويه وبتبقى كوكاي برضه. طب تمام، ارينج الايه؟ تشينز اور بيرز، تمام؟ مترتبه في سلاسل او ايه؟ ازواج، تمام؟ ممكن تلاقيها عامله كده تشينز او تلاقيها ايه؟ تبقى ازواج، تمام؟ وكل الحاجات دي هتشوفوها برضو في العمل ان شاء الله. طب ماشي، يبقى اول حاجه جرام بوزيتيف، جرام بوزيتيف افويد كوكاي، ارينج الايه؟ تشينز اور بيرز. طيب كاتاليز نيجاتيف قديمه برضو، قلت لنا ان الكاتاليز ده هو الكي تيست اللي بيميز لي من الاستاف والستريبت. قلت لي في الاستاف بوزيتيف وفي الستريبت بيبقى ايه؟ بيبقى نيجاتيف، تمام؟ ماشي يا سيدي، انت شكلك ايه؟ مركز معايا. طيب يبقى قلنا الكاتاليز هنا بيبقى ايه؟ بيبقى نيجاتيف. طب تالت حاجه او رابع حاجه، الجروث ريكوايرد انريشد ميديا كونتيننج بلاد ايه او شوجر. تيجي بقى ست الستريبت دي تقول لك ايه؟ تيجي تقول لها ايه؟ يلا عشان ناكل. تقول لها ايه؟ خدي كده حته جبنه وعيش ويلا بينا. تقول لك انت مش عارف انا من جبين، انا بنت اكابر. تخيلوا بقى ان ما طلعتش اصاله بس اللي بنت اكابر، ده طلعت كمان الستريبتوكوكس بنت اكابر. ازاي بقى؟ تقول لك انت مش عارف انا مين، انت مش عارف انا بابي مين ومامي مين، تاكلني ازاي جبنه وبتاع. لا لا لا، انا ما باكلش الاكل ده، انا عايزه انريشت ميديا. يعني انا عايزه ميديا فيها يا بلد يا سيرم، والا انا مش هجرو. يعني ايه يعني؟ طب اغصب على نفسك؟ لا اغصب على نفسي ليه؟ لا لا لا، ناديني بابي يجيب لي اللي انا عايزاه، انا مش بتاعه عيش وجبنه والكلام ده. لا لا لا، انا بنت، انا بنت ناس، انا عايزه بسطرمه، انا عايزه مش عارف ايه. خلاص ماشي يا ستي، دلوقتي عرفنا بقى ان الستريبتوكوكس بتبقى فاستيديس، يعني طلباتها صعبه، مش ايه؟ ما بترضاش بقليلها، مش زي عامه الشعب، مش زي الاستاف الغلبانه اللي كانت بترضى بقليلها وبتطلع ايه؟ وبتعمل جرو على النيوترنت ايه؟ اجر، على السلب الميديا، تمام؟ يبقى هنا الستريبت عشان تنمو عايزه انريشد ميديا، خد بالك انريشد ميديا كونتيننج بلاد او ايه؟ او سيرم. افتكر ان هي الستريبت بنت ايه؟ بنت اكابر ما بتقبلش باي حاجه، يبقى هي ايه؟ بتحب لازم عشان تجرو لازم يبقى في انريشد ميديا كونتيننج بلاد او سيرم. اوكي طب ماشي. طب الموست امبورتنت سبيشيز بقى في العيله بتاعت الستريبتوكوكس دي، مش احنا قلنا في كل عيله في فيها سبيشيز مهمه بالنسبه لينا بتبقى عامله ميديكال امبورتنت، يعني اهميه طبيه، يعني بتعمل لنا امراض، تمام؟ بتسبب لنا مشاكل. طيب اول حاجه الستريبتوكوكس بايوجينز، تمام؟ ستريبتوكوكس ايه؟ اجالاكتيا. ستريبتوكوكس ايه؟ نمون. طب تمام، يبقى دول الثلاثه سبيشيز الايه؟ المهمين في عيله الستريبتوكوكس، تمام؟ طيب خلاص يا ستي، انت خلصتي لي الجنرال كاركترستيك بتاعت الجينس، تمام؟ جرام بوزيتيف اوفيد كوكاي، ارينج ايه؟ تشينز اور بيرز، كتاليز نيجاتيف، الجروس ريكوايرد انريش ميديا، الموست امبورتنت بايوجين اجالاكتيا ايه؟ نمون. طيب كاتبه لي هنا عنوان بتقولي لي هاو تو كلاسيفاينج الستريبتوكوكاي او الستريبتوكوكس، يعني انا هقسمها ازاي؟ طب واقسمها ليه؟ ما تسيبوها. لا احنا عايزين نقسمها ليه؟ عشان نعرف هي مين الاسترنج، لان هي فيها سبيشيز كتير، اسفه، فيها سبيشيز كتير، فاحنا عايزين نميز بينهم، تمام؟ عايزين نعرف انا ازاي لما اجي العينه اللي قدامي دي اقول ايه؟ لا دي ستريبت بايوجينز، احلف وابصم ان هي ستريبت بايوجين، اقول لا دي ستريبت اجلاكتي، لا دي نيون، دي ستريبت نمون. لازم يبقى في ايه؟ دقه في الشغل، مش اقول ستريبت كوكس واسيبها، لان كل واحده بتعمل مرض مختلف عن الثانيه، تمام؟ فانا لازم اعرف نوعيه الايه؟ الاورجانيزم اللي عندي دي. طيب هاو تو كلاسيفاي، لو تفتكروا احنا قلنا ان فاكرين الهيمولايسين اللي هو الهيمولايسيس؟ فاكرين الهيمولايسيس اللي كانت بتطلعه الاستاف، تمام؟ عندي برضه الاستريبت بتطلع هيمولايسيس، تمام؟ بس بيبقى اقوى وهنتكلم عليه في وقت ان شاء الله. طيب
يبقى احنا هنقسمها بناء على الهيموجلوبين، يعني بناء على الافكت بتاعها، الافكت بتاعها اون بلاد، اون بلاد ايه؟ بلاد اكوار. ازاي؟ اقول لك يا سيدي، احنا عندنا في بيتا، في بيتا هيموليسيس بيتا، وفي الفا، وفي نان، وفي نان، مفيش حاجه اسمها جاما. تمام؟ في حد ايه يعني في كتب بتكتب ايه الفا وبيتا وجاما، جاما دي ايه ومعنى كلمه جاما دي يعني نان؟ لا، جاما دي معنى مش معناها نان. انا عندي النوع الثالث نان، النوع الاولاني بيتا، بيتا هيموليسيس، الفا هيموليسيس، نان ايه؟ نان هيموليسيس. طيب البيتا دي بتعمل ايه؟ البيتا دي قلنا ان هي بتكسر لي الايه؟ الار بي سيز اللي ايه اللي موجوده، كسرت لي الار بي سيز اللي موجوده كلها، عملت لي حوالين الكولوني كلير زون. تمام؟ عرفت ان هي كسرت الار بي سيز. بعد ما كان البلاد اوبيك كان معدم، لو حطيت تحتي ورقه وبصيت كده اشوف الايه؟ اشوف الورقه من تحت، عملت لي كلير زون اراوند الايه؟ البروس بتاع البكتيريا. طب ماشي، تمام، دي فهمناها. طب ايه الالفا يعني؟ ودي بنسميها كومبليت هيموليسيس، كومبليت هيموليسيس يعني عملت هيموليسيس كامل، كسرت لي كل الار بي سيز. طب الالفا دي مالها؟ الالفا، الالفا دي بنسميها بارشال هيموليسيس، يعني ايه؟ يعني عملت يعني عملت هيموليسيس بس ايه جزئي، يعني طلعت انزيم اللي هو البروكسايد. تمام؟ حول الهيموجلوبين اللي موجود لايه؟ لبيجمنت لونها جرين كلر، جرين كلر. يعني ايه؟ يعني انا بلاقي الجروس بتاعي، جروس بتاع البكتيريا وحواليه كده طبقه لونها ايه؟ جرين. تمام؟ لما بلاقي كده بعرف ان ده ايه؟ الفا هيموليتيك. تمام؟ طيب النون هيموليتيك بقى طبعا لا ده ولا ده، ما عملتش اي حاجه، اكتفت بس ان هي نامت على الميديا، خدت البلاد او السيرم بتاعها عشان تعرف تجرو، لكن لا عملت الفا هيموليسيس ولا بيتا هيموليسيس. يبقى البيتا كسرت الار بي سيز كلهم، عملت لي كلير زون حوالين الايه؟ حوالين الكولوني بتاعتي. طب الالفا طلعت انزيم، الانزيم ده حول لي الهيموجلوبين اللي موجود لايه؟ جرين بيجمنت، ادتني ايه؟ جرين كلر حوالين الايه؟ حوالين الجروس بتاع البكتيريا، حوالين الكولوني. طب ماشي تمام. يبقى هي لما جينا نقسم قلنا لما تيجي نقسمها الاول بدايه بالايه؟ على اساس الهيمولايسيس. تمام؟ او الهيمولايسيس قلنا الاول نقسمهم على الزير افكت على الايه؟ البلاد اكبر، تاثيرهم على البلاد اكبر. اتضح ان هم قسمناهم لثلاث حاجات، في الفا وبيتا ونان. طيب جت في ست محترمه كده عالمه اسمها لانسفيلد. تمام؟ دي ست في مين؟ لانسفيلد. قالت لك ايه؟ طب ماشي، طب ما انا برضو ممكن يطلع لي في الالفا كذا حاجه وفي البيتا كذا حاجه، طب انا كده ما قسمتش. تمام؟ طب انا اعمل ايه؟ راحت درست الايه؟ درست البكتيريا، لقيت لي ان الجراء، لقيت لي ان السيل وول، بصوا بصفه عامه انا ان شاء الله هديكم، هعمل لكم فيديوهات عن الجنرال بكتيريولوجي، هنقول بس حاجه بسيطه ان السيل وول بتاع الجرام بوزيتيف، السيل وول الجرام بوزيتيف بيتكون لي من طبقتين، واحده بالتايب جلايكان، بالتايب جلايكان، الثانيه ايه؟ تيكويك اسيد، تيكويك اسيد. طب ماشي، البكتيريا طبعا عارفين ان البكتيريا جلايكان بيبقى من 50 ل 60% من السيل وول لانه بيديله ثيكنس، والايه والباقي بيبقى ايه؟ تيكويك اسيد. طيب جت ست لانسفيلد دي محترمه كده وقالت لك ايه؟ طب ما تيجي نشوف حاجه تاني نقسم بيها البكتيريا دي. لقيت لك ان بيتكون من طبقه ثالثه اسمها الكربوهيدرات، كربوهيدرات لير. الله، كربوهيدرات لير. درست كل الانواع بتاع البكتيريا، اكتشفت ان الطبقه دي بتختلف من اورجانيزم لاورجانيزم لاورجانيزم. طب واحد يقول ايه يعني بتختلف ازاي؟ يعني انت بتضحكي عليا، بتختلف ازاي؟ بص يا سيدي، انا مش بضحك عليك ولا حاجه. الكربوهيدرات دي عباره عن ايه؟ مش دي عباره عن سيكونس من الشوجر، تتابعات من الشوجر جنب بعضيها، من السكر. انا دلوقتي لو حطيت مثلا جلوكوز جلوكوز جلوكوز، مش ده اداني شكل؟ جلوكوز فركتوز مالتوز، مش ده اداني شكل؟ بنتوز جلاكتوز، مش ده اداني شكل ثالث؟ هو ده اللي انا بتكلم عليه. يبقى هي لما درست اللاير دي اللي هي الكربوهيدرات اللي هي اعتبرتها لاير ثالثه للجرام اللي هو السيل وول بتاع الستريبتوكوكس بايوجينز. تمام؟ الستريبتوكوكس، اسفل الستريبتوكوكس، لقيت ايه؟ لقيت ان في طبقه ثالثه اسمها كربوهيدرات، وقلنا انها بتختلف لان ده عباره عن سيكونس من الشوجر. تمام؟ فطبعا السيكونس من الشوجر زي ما قلت لك ده جنب ده جنب ده يديني شكل. فهي لما درست لقيت ان كل واحده بتختلف في الكربوهيدرات لير دي. يبقى هي هنا لما قسمت، قسمت بناء على الكربوهيدرات ايه؟ انتيجين. تمام؟ لازم تعرف ان الست لانس فيلد لما قسمت، قسمت بناء على الكربوهيدرات انتيجين، اللي هي الكربوهيدرات لير. تمام؟ طب قالت لك ايه بقى؟
قالت لك طب انا هنا لقيت الكربوهيدرات شكله مختلف، قوم عملت ايه؟ قوم سميتها جروب ايه؟ جروب ايه؟ واللي بعديها بي، ها سي دي، ها وهكذا. عملت لك التقسيمه من الاي للاتش، ريحت شويه خدت اجازه، رجعت عملت لك من الكي لليو، تمام؟ يبقى هي قسمت الستريبتوكوكس لجروبس اللي هي من الكي للاتش ومن الكي لليو. واحد بيقول ايه؟ وانت سقطت الاي والاتش، الاي والجي ليه؟ صح كده؟ لا انا ما سقطتهمش، هي قالت ان الحرفين دول مستخدمين في تقسيمات كتيره واسم جروبات كتيره فبلاش. وممكن نقول برضو ايه، حابه تلفت النظر ما تمشيش من الاي لليو، فقلت لك ايه، انا اخد من الاي للاتش واسقط اثنين وامشي من الكي لليو، حاجه تبقى مميزه برضه، تمام؟ طيب يبقى الست لانسفيلد دي مشهوره قسمت الستريبتوكوكس بناء على الاي الكربوهيدرات انتيجينال، الطبقه الثالثه بتاعته، تمام؟ طب هل يا ترى الكربوهيدرات دي انتيجينيك؟ انتيجينيك. يعني كلمه انتيجينيك دي يعني يعني كلمة انتيجين دي يعني فورين، يعني حاجة غريبة الاميون سيستم بيتعرف عليها ويتكون ايه ضدها ايه؟ انتي بادي، تمام؟ طيب فهي دورت قالت لك انا هقسم على الكربوهيدرات انتيجين. طب تمام يا ستي، خدوا بالكم التقسيمة دي مهمة بتنفعني في الايدنتيفيكيشن. ليه؟ انا جبت دلوقتي حيوان، تمام؟ وحقنته بالايه؟ بالانتيجين بتاع الجروب ايه؟ الحيوان طبعا لما دخلت له الانتيجين بتاع الجروب ايه، الاميون سيستم استشعر ان في ايه، ان في حاجه فورن، راح كون ضده ايه، انتي بادي. خدت الانتي بادي ده استخلصته وركنته عندي، وهكذا في جروب بي وسي ودي وهكذا، بقى عندي دلوقتي انتي بادي ضد كل الانتيجين دي. امال لما بيجي لي، لما يجي لي حد مثلا مريض، هاخد منه السيرم بتاعه، احط النقطه من السيرم على الانتي بادي، لو الاورجانيزم موجود هيمسكوا ببعض ويعملوا الاجلتينيشن، يبقى نفعتني في الايدنتيفيكيشن ولا لا؟ يبقى نفعتني في الايدنتيفيكيشن. طب تمام، مشكوره يا ست ايه نانسي فيه، تمام؟ ادي الستات بيطلع منهم حاجات حلوه. طيب في واحد بيقول لك ايه، يعني مش مرتاح، يعني التقسيمه دي مش يعني مش مرضيه بالنسبه لي. طب ما تشوف لي حاجه كده اكثر دقه واكثر، عشان ايه نبقى يعني بنقسمها برضو تقسيم علمي صح. بص بقى يقول لك ايه، المضطر يركب الصعب. عملنا ايه؟ سايز اوف كولوني. يا هي وصلت لان احنا كمان نقارن او نقسم على اساس السايز بتاع الكولوني. ايز السايز بتاعت الكولوني بتاعت الستريبتوكوكس بيبقى الدايمتر بتاعها 1 ملي متر. طب دي انا هقسمها زي ده، 1 ملي متر حاجه صغيره جدا. قال لك هنقسمها لحاجتين، اللي هو نص ملي متر، اللي اقل من نص ده ايه؟ هقسمه ايه؟ هحطه في حته لوحده، واللي ما بين النص للواحد، اللي ما بين النص للواحد ده برضه هحطه ايه؟ في حاجه لوحده. ماشي يا عم، مشكور، متشكرين جدا. طيب واحد تاني قال لك ايه، طب ما تيجي نقسمها على البايوكيميكال رياكشن. ماشي يا سيدي، مشكور برضه، هنشوف التستات، ودي ممكن نلاقي البكتيريا دي بتختلف عندي في تيست معين، نعمله برضه عشان نوصل للتقسيمه صح. واحد قال لك ايه، طب ماشي، طب خلاص برضه الحاجات دي ايه مش مرضيه ليا. طب تيجي نكمل، قال لي طب تعالى نعمل دي ان ايه كلاسيفيكيشن، يعني تعالى نقسم على اساس الدي ان ايه سيكونس، نشوف نبص على السيكونس بتاع دي ومن السيكونس بتاع دي، واكيد ممكن نلاقي اختلاف، فبرضه نقسمها على اساس الدي ان ايه كلاسيفيكيشن. في بقى اخر حاجه، ودي حاجه حديثه جدا، انا شخصيا استخدمتها في رساله الدكتوراه بتاعتي، يعني اشتغلت بيها، حاجه اسمها 16 اس ريبوزوم الار ان اي، تمام؟ دي بقى انت بتكسر الار ان اي الريبوزوم بطريقه معينه، فبيطلع لك كده ايه يونتس صغيره. اليونتس دي بيبقى ليها نيوكليوتايد سيكونس، بيتقسم بقى بناء على النيوكليوتايد سيكونس دي. ده تيست حديث المفروض ان هو حاجه جديده، وفي اماكن كتير بتحاول تطبقه كجنرال على الايه، على تاثير البكتيريا، لانه بيكون ادق، تمام؟ فانت بتكسر الار ان ايه بطريقه معينه، بيطلع لك سب يونتس صغيره، السب يونتس دي بيبقى ليها نيوكليوتايد سيكونس، تمام؟ بناء على النيوكليوتايد سيكونس دي تقول ايه؟ كل واحده بقى بيبقى ليها حاجه مختلفه، يعني لو البكتيريا متشابهين بنسبه 97% ممكن ده يقول لك الايه؟ الفرق بينهم، يقول لك دي كانت كذا ولا كذا، فدي درجه عاليه من الايه؟ من الكلاسيفيكيشن، تمام؟ او من الكلاسيفاي. طب احنا كده قلنا الكلاسيفاي بناء على الهيموليسيس، الايفكت بتاع البلاد ابار، قلنا الفا وبيتا ونان، مفيش جاما. عندي لانس فيلد كلاسيفيكيشن قسمتها على اساس الكربوهيدرات لير، على اساس اللي هو الايه الكربوهيدرات انتيجين، تمام؟ قسمتهم لي من الاي للاتش ومن الكي لليو. طيب ايه تاني؟ عندي السايز بتاع الكولوني قلنا قسمناها للنص اللي اقل من نص ملي متر، واللي من النص الواحد، تمام؟ وقسمناها على البايو كيميكال رياكشن، على التستات اللي هنعملها بايو كيميكال، على الدي ان ايه سيكونس، على 16 اس ار ان ايه، تمام؟ طيب كده خلصنا تقريبا الكلاسيفيكيشن، ازاي هقسم الايه؟ ازاي هقسم البكتيريا بتاعتي، تمام؟ هقسم الاستافيلو ايه؟ الستريبتو كوكس، تمام؟ طيب تعالى ناخد اول واحد، ستريبتو بايوجين. بايوجين، تمام؟ خدوا بالكم ده اورجانيزم شرس مش سهل. ستريبتو بايوجين
طب تعالى نتكلم عن المورفولوجي والكالتشر. المورفولوجي والكالتشر بتضحك عليا، بتاخديني في دوكه كده، يعني مورفولوجي والكالتشر. انا مش هقول لك حاجه جديده في المورفولوجي، انا كل اللي هقول لك عليه ان هو جرام بوزيتيف اوفيت كوكاي ارينج ان تشيز. طب انا قلت كده حاجه جديده؟ لا ما قلتش حاجه جديده. طب يبقى المورفولوجي بتاعه ان هو جرام بوزيتيف اوفيت كوكاي ارينج ان تشيز. طيب طب ماشي كده خلصت الاسيت المورفولوجي مشكور. طب الكالتشر برضو، الكالتشر مش هقول حاجه، انا لسه قايله ان الستريبتوكوكس بنت اكابر بتحتاج ايه؟ ميديا، بتحتاج ميديا انريجد، ميديا ما هو كونتيننج البلاد او الايه السيره، عايز الميديا بتاعتها يكون فيها يا بلاد يا سيره، تمام؟ يبقى انا هزرعها على الايه، على البلاد اهو. طيب في بقى نعمة من نعم ربنا رزقنا بيها اسمها الباستريسين. باستريسين ايه ده؟ ده مضاد حيوي، ده انتي بايوتيك، تمام؟ ده ايه؟ انتي بايوتيك، انتي بايوتيك. وده بيميز لي الستريبتوكوكس بايوجينز عن باقي الايه؟ عن باقي السبيشيز. يا معقوله؟ الحمد لله، نعمه وايه وفضل من عند ربنا. لا زالت الى الان الستريبتوكوكس بايوجين سنسيتيف للايه؟ للباستريسين. يعني بتخاف منه، لا زالت بتضرب له تعظيم سلام لما تشوفه، مش بتعمل، مش بتجرؤه وهو موجود، بتسيب له المكان فاضي، تمام؟ يبقى بيعمل ايه؟ الباستريسين بيعمل انهبيشن للجروس بتاع الايه؟ الستريبتوكوكس بايوجين، تمام؟ يبقى احنا كده لما خلصنا التقسيمه وخلصنا الجنرال كاركترستيك، تلاحظوا لما بنقول الجنرال كاركترستيك ما بنتكلمش كتير في المورفولوجي والكالشن، لان هي اصل دي جزء من العيله دي، فهم اكيد بيعملوا حاجات شبهها، تمام؟ يعني بيبقوا شبه بعض. فالمورفولوجي قلنا جرام بوزيتيف افويد كوكاي ارينج ان تشينز، تمام؟ قلنا ان هي زي ما قلنا بنت اكابر بتنزل على البلاد اجار، ما تجروش على سم الميديا. طيب بعد كده قلنا ان الميزه او النعمه اللي ربنا اداها لنا ان الستريبتوكوكس بايوجينز كلهم بي ايه؟ سنسيتيف من الباستريسين اللي هو الانتي بايوتيك ده، تمام؟ والتست ده سهل بنعمله، ان احنا بنجيب طبق وبنزرع ايه؟ وبنزرع الستريبتو بتاعتنا وبنحط ده. بيبقى عباره زي ديسك كده اللي هو الانتي بايوتيك اللي بتبقى ديسكات دي، بنحطها بتلاقي ايه؟ بتلاقي حصل سنسيتيف، يعني انهبيشن اوف ايه؟ اوف جروس، يعني منع الجروس بتاعها. وكده خلصنا الستريبتوكوكس الجنرال بتاعتها وابتدينا في الستريبتوكوكس بايوجين. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن الستريبتوكوكس بايوجينز فيريلنس فيكتور، تمام؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.